anu di lembah dekat anu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ahlil quryah bumi rasa wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نود ذكرا تقربا الى الله افضل ذكري فاعلم انه لا اله الا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وبركة في رزقي وتقدم قبل الموت رحمة إن الموت مغفرة بعد الموت ونجاة من النار وعفا عند الحساب اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سألناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسلة ورحمة نازلة خصوصا إلى روحي وخصوصا إلى روحي اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما استغفرناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة ببركة سورة التهليل اللهم نور قبره وأجره من النار وأجره من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدي واهدي بنا واجعل سببا لمن اهتدى اللهم اهدي الناس والجن واجعل سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قرية هذه المباركة هذه القرية مباركة فيها اللهم اجعل هذه المنطرة اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بيوتنا كبيوت صحابة رضي الله عنهم اللهم اجعل رجالنا كرجال صحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء صحابة اللهم اجعل إخواننا كإخوان صحابة اللهم اجعل زوجتنا كزوجات صحابة اللهم اجعل أولادنا كأولاد صحابة اللهم اجعل تلاميذنا كتلاميذ صحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء الآمنين الأخير المحجلين أدعينا إلى دين إبراهيم العالم اللهم ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Makadan dipun lancengaken jaroh wonten ing makom Bumi Rasa wonten ing Kalimendong. Yuk. Thank you.